الفضاء مجال واسع، مرحب طبعا بالتعاون الدولي، الإمارات تخطو خطوات جبارة في هذا المجال، اللهم لك الحمد. شراكتنا هذه المرة جاءت في سياق أن نقوم بمهمة طويلة الأمد فيها منفعة للبشرية ومنفعة للإنسانية، وكذلك الأبحاث العلمية اللي إن شاء الله ترجع بالمنفعة للجميع. I can't be happier than this. I mean, seeing old friends in space, gathering as a big family. This is the essence of space exploration. The UAE is taking great steps towards pushing the boundaries of exploration. ثقتنا فيكم كبيرة. أنت اليوم ما تمثل الإمارات فقط، تمثل العرب كلهم. أنت إن شاء الله بتكون بداية انطلاقة رحلات طويلة المدى للفضاء بالنسبة للعرب.